الخبير الاقتصادي صفوان قصي، مساء الخير. هناك حديث عن عجز كبير في موازنة الدولة، نسأل عن الطريقة الأسلم لسد هذا العجز. نعم، عمليا العجز هو نتيجة انخفاض أسعار النفط، معدل 3 مليار دولار حجم العجز شهريا. العجز تراكم خلال الأشهر الأخيرة بنتيجة انخفاض مستويات استهلاك الطاقة على مستوى العالم. حاليا أسعار النفط بدأت تزداد نتيجة عودة العالم للعمل بشكل اعتيادي ضمن منظور الاقتصاد الذكي الذي يتعامل مع الفيروس ويحيا بمعدلات يعني قد تكون أقل من السابق لكن أفضل مما كان عليه. عمليا كيف نستطيع تمويل العجز في العراق؟ الحكومة ماضية باتجاه زيادة مصادر التمويل وتقليل الانفاق، بمعنى أنها تفكر في جانبين. مصادر التمويل بالعملة الأجنبية حاليا انخفضت بسبب أسعار النفط، تفكر في تعويضها عن طريق جذب الاستثمارات الخليجية من السعودية والكويت ودول الخليج أيضا. إذا لم تنجح الحكومة في عملية الحصول على مثل هذه التمويلات الحالية، من الممكن أن تلجأ إلى الاقتراض الخارجي كبديل أخير من أجل تعويض النقص بالعملة الأجنبية. أيضا على الحكومة أن تحاول تقليل حجم الاستيراد بالفترة الحالية من أجل عدم الضغط على احتياطيات البنك المركزي. أما بالنسبة لجانب الانفاق بالدينار العراقي في الموازنة، فحاليا الحكومة تحاول إعادة ترتيب سياستها المالية بحيث تقلل من مستوى الانفاق على جميع البنود وبند الرواتب تعويضات الموظفين، على اعتبار أنه يأخذ أكثر من 30 إلى 40 تريليون سنويا. حاليا الحكومة غير قادرة بضمن هذه الأسعار على تمويل بند تعويضات الموظفين، فقد تلجأ إلى الاقتراض الداخلي من أجل تعويض النقص، وقد تلجأ إلى الادخار الإجباري ضمن الطبقات العليا، وتقوم بعملية يعني إعادة النظر في إمكانية تزديد هذه المدخرات بالفترة برأيك اللحفة. ما مدى أيضا نسبة الحكومة نعم برأيك ما مدى نسبة أن تلجأ الحكومة على تخفيض رواتب الموظفين؟ لا يوجد تخفيض بالنسبة للرواتب لشهر حجيران. الوحدات الحسابية لم تبلغ لغاية الآن بأي تخفيض. طيب، فشهر حجيران لا يوجد به تخفيض. إذا ما استمرت أسعار النفط بالمستويات الحالية، هناك عجز في الحد الأدنى للنقدية لدى الخزينة، فيمكن تعويض هذا العجز من خلال الادخار الإجباري أو من خلال تطبيق نظام المصالحة الضريبية بجذب عمليات جباية سريعة من قبل دائرة الضريبة بإعطاء حوافز للذين يسددون الضرائب حاليا. هناك أكثر من بديل، أيضا بيع ممتلكات الدولة، من الممكن أن تلجأ الدولة إلى بيع جزء من ممتلكاتها إلى الصناديق التمويل الذاتية. يعني هناك سيولة عالية لدى صناديق التمويل الذاتية على مستوى الوقف السني، الوقف الشيعي، الوقف المسيحي، أمانة بغداد، دائرة الضريبة، دائرة التقاعد، العديد من الحقيقة صناديق التمويل الذاتي بإمكان الدولة أن تقوم ببيع ممتلكاتها إلى هذه الصناديق وتسحب جزء من السيولة التي لدى هذه الحقيقة الصناديق. وبإمكان أيضا الدولة في الفترة الحالية أن تقوم ببيع جزء من ممتلكاتها إلى الجمهور، خاصة على مستوى الأراضي السكنية، الأراضي الزراعية، عقارات وزارة المالية، لسحب مدخرات الأفراد، لأن هناك سيولة أكثر من 46 تريليون دينار متوفرة لدى الأفراد. فبإمكان الحكومة أن تشجع المواطنين على عملية شراء ممتلكاتها، وبهذا تخلق عملية دورة اقتصادية وبعيدا عن الرواتب وبعيدا عن تخفيض الرواتب. طيب، نحن لا نتفق على عملية تخفيض الرواتب. نعم، خاصة ما دون المليون دينار. عملية يعني الادخار الإجباري ممكنة إذا لم تنجح هذه البدائل المتاحة حاليا. طيب سيد صفوان، باستطاعة الحكومة الآن. نعم،
في نقطة مهمة بدنا أسألك، إنه أيهما أقل ضرر، يعني مسألة الاقتراض الداخلي أم الخارجي؟ وهل من المعقول إنه الدولة تلجأ إلى الاقتراض حتى تسدد رواتب الموظفين؟ طيب أين السياسات المالية للدولة؟ نعم، الحقيقة للأسف يعني هذه الأزمة يعني كشفت للجميع بأنه لا توجد سياسة مالية كفوءة في العراق، بحيث أن أي خطر خارجي يعني يؤدي إلى إرباك الوضع النقدي في العراق. الأفضل حسب تقديري هو بيع ممتلكات الدولة إلى الصناديق السيادية أو إلى صناديق التمويل الذاتي وإلى الجمهور ثانيا، ومن ثم التفكير بالاقتراض الداخلي. يعني الاقتراض الداخلي بالتأكيد هو عملية إضافة عبء على الموازنة وعلى الأجيال القادمة، فلا نفكر في هذا البديل لا الداخلي ولا الخارجي أيضا. بإمكاننا أن ندير ثرواتنا بطريقة عقلانية. لكن سؤالي، أيهما الأقل ضررا برأيك؟ بيع ممتلكات الدولة هو الأقل ضررا، ولا يحمل الدولة أي عباء أي فوائد على الإيرادات السنوات القادمة. نعم، الخبير الاقتصادي صفوان قصي، شكرا لك معنا.